مرحبا بحضراتكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام. والنهاردة يعني في حدث مهم لازم إن احنا نتوقف عنه، هو بالتحديد يعني ذكرى مرور 50 سنة على نقدر نقول أو يمكن أن يطلق عليه حدث فارق في تاريخ السياسة الدولية وشؤون أو إدارة شؤون المجتمع الدولي، وهو عودة الصين الشعبية مرة أخرى إلى مجلس الأمن كعضو دائم. ده تحديدا كان زي النهاردة 25 أكتوبر سنة 71، بعد يعني حاجة وعشرين سنة من استبعاد الصين الشعبية، ولكن رجعت بطلب ورجعت بإلحاح من بعض الدول اللي كانت مؤيدة للصين ومتحالفة مع الصين بشكل أو بآخر إلى مجلس الأمن. وكان يوم التصويت على عودة الصين كعضو دائم مرة أخرى في مجلس الأمن الدولي في 25 أكتوبر 71. الحقيقة قاعة مجلس الأمن الدولي يعني كان التصفيق بيدوي فيها في الرودهات والطرقات حتى اللي كانت محيطة بها، فرحا من هذه الدول بعودة الصين مرة أخرى كعضو دائم في مجلس الأمن. ومن يومها والمارد الصيني ينطلق 50 سنة من الانطلاق سياسيا واقتصاديا وعلميا وتكنولوجيا وعسكريا وفي كل المجالات. المارد الصيني والتحول في نص قرن في تاريخ الشعب الصيني العريق والحضارة الصينية العريقة، نناقشها مع كاتبنا الصحفي الكبير الأستاذ عادل حمودة. أستاذ عادل مساء الخير، أهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا استاذ عمرو، اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. يعني قلنا النهارده ننعش الذاكره بحدث مهم زي عوده الصين لمجلس الامن من 50 سنة كعضو دائم طبعا مره اخرى. نشرح الاول، وارجو من حركة تلقينا الضوء على فكره لماذا بدايه تم استبعاد الصين وملابسات استبعاد الصين، والفتره طبعا العالم كله كان بيمر فيها لحظه استبعاد الصين من مجلس الامن الدولي، وطبعا ده يعني تاريخ مهم من تاريخ العالم. هو طبعا الصين تعتبر حضارة قديمة جدا بتمتد ل 6000 سنة، فيها ما يسمى بالسلالات أو الأثر الإمبراطورية. في 1900 حصل أنه أحد الأباطرة المهمين جمع الصين وحب يعمل نهضة شديدة ونهضة كبيرة جدا بحيث أنه يواجه مشاكل الفقر وإلى آخره، فإذا بالإمبراطورة الأم تنقلب عليه وتحدث انتكاسة كبيرة، إلى أن جاء في 1911 سن ياتسن ليعلن أول جمهورية في حاجة اسمها الكومنتاج أو الإحياء الصيني الوطني. وده اعتمد على كثير من الصينيين الكبار في الخارج اللي احنا بيعيشوا فيما يسمى بتشاينا تاون. اللي حصل بعد ذلك أنه حصل انتكاسة لهذه التجربة الديمقراطية، ورجع تاني الصين إلى حروب أهلية لاستعمار إلى آخره. هنا ظهر في مواجهة الكومنتاج الكومنست، وفي مواجهة سن ياتسن دلع ماو تسونغ اللي هو الفكر الشيوعي، إلى أن توفى سن ياتسن. والفكر الشيوعي دخل مع، يبقى الصراع تم بين الكومنتاج وبين الكومنست. بين بعد ما مات سن ياتسن كتشيك كاي شيك، وبدأ الصراع بينهم إلى أن جاءت الحرب العالمية الثانية. فإذا بتشيك كاي شيك حس أنه سينهزم سنة 5، أنه الصراع الداخلي ليس لصالحه، فأخذ مجموعة من الصينيين في حدود 1 مليون أو 2 مليون وجريوا على تايوان في شرق الصين، وكونوا أعلنوا مبكرا جمهورية الصين الوطنية. في ذلك الوقت ظل الحرب الأهلية داخل الصين إلى أن نجح ماو تسونغ في أول أكتوبر 1949 في إعلان الدولة الصين الشعبية بعد 30 مليون بني آدم ما قتلوا في هذه الحرب. بقى عندنا الصين سبقت سنة 45 ودخلت الأمم المتحدة اللي هي الصين الوطنية، وجت الصين الشعبية بكل ما فيها من عدد ضخم السكان بيزيد عن 1 مليار وشوية كانوا مش أعضاء في. طبعا ساهم في ذلك في تكريس هذا الوضع الغريب جدا كل الدول المعادية للشيوعية في ذلك الوقت، أمريكا والغرب واليابان وكل الدول المعادية فيما عدا الاتحاد السوفيتي، وما كانش له
يستطيع أن يفعل شيء. طبعا مفهوم. إلى أن حصلت تطورات كثيرة جدا هنتكلم عنها، إلى أن بدأت بوادر إزالة الحرب الباردة بزيارة كيسنجر. أنت فاكر، يمكن تتذكر في حاجة اسمها دبلوماسية البينج بونج. اللاعب الأمريكي بتاع البينج بونج صافح اللاعب الصيني، أو اللاعب الصيني صافح اللاعب الأمريكي، وكانوا في اليابان. إلى أن جاءت زيارة سرية لكيسنجر أصبحت علنية، ثم جاء نيكسون ونزل إلى الصين في سنة 71، وبعدها بشهور قليلة حصل انفراجة وجرى قبول الصين في الأمم المتحدة، وهذا تصحيح الوضع الطبيعي. والحقيقة أن التصويت كان دائما، يعني التصويت لصالح الصين كان أغلبية شديدة جدا، إلى حد أن الأفارقة نفسهم حسب تعبير ماو تونغ في مذكراته هم اللي رأسوا وفرحوا بعودة الصين. صحيح. طيب أسأل حضرتك هنا على الموقف الروسي وقتها، يعني الصين كان هناك تقارب كبير جدا ما بين الصين والحزب الشيوعي في البلدين بشكل كبير، ولكن هل ده يعتبر يعني انسلاخ أو شبه انسلاخ للصين وقتها في السبعينات من العباءة الروسية والتحول بشكل حتى تدريجي إنجاز التعبير في اتجاه التصالح مع الولايات المتحدة الأمريكية؟ هو بالقطع طبعا الصين والاتحاد السوفيتي كانوا شركاء في تجربة واحدة، وكانت لهم نفس خصائص فكرة سيطرة الطبقة البروليتاريا أو الطبقة العاملة. وأيضا في نفس الوقت لقينا أنه الاتحاد السوفيتي هو الذي ساند الصين في أول الأمور، في أول الأمر لما كسب ماو تونغ. مظبوط. كان هناك تطابق في المصالح وفي الأيديولوجية بين الطرفين، إلى أن حدث تحول في أفكار بعد زوجة ماو تونغ لما توفى، قادت ما يسمى بعصابة الأربعة وعملوا حاجة اسمها الثورة الصناعية، الثورة الثقافية. الثورة الثقافية أطاحت بكل الكوادر العلمية والفكرية والثقافية، وكانت أقرب أشبه بالمكرسية في الولايات المتحدة الأمريكية. المكرسية كانت أي مفكر أو أي حد يشتم منه رائحة اليسار كان يحاكم بتهمة الشيوعية. نفس الشيء حصل بالنسبة أن دول مرتدين عن العكس، بقى مرتدين عن الشيوعية. لما جرت الإطاحة بعصابة الأربعة بدأ التفكير الصيني في تغيير شكل الحزب الشيوعي، شكل الفكر الشيوعي نفسه. خرجت نظرية مهمة جدا، نظرية قالت إيه؟ هو اقتصاد السوق بس على الرأسمالية؟ ثم قالوا أيام الإقطاع كان في اقتصاد سوق، وفي الاشتراكية في اقتصاد سوق، وفي كل الاقتصاديات في اقتصاد سوق. واقتصاد السوق هو التبادل الفردي بين السلع والخدمات بين الأشخاص بشكل فيه مبادرة. ومن ثم بدأ التحول والتغيير في الفكر الصيني، ومن ثم بدأ وبدل ما كانت الأرض كلها تحت سيطرة الدولة بدأوا يوزعوا الأراضي على الفلاحين، وبدأ فكرة الحافز الشخصي، وبدأ تغيير مهم جدا حصل في القيادة الشيوعية، قيادة الحزب. أنه لم تعد قيادة الحزب على حد تعبيرهم قالوا نحن مش زعماء جايين من الأدغال، والتعبير واضح جدا، إنما نحن قيادات جاية من أعلى الشهادات والمناصب الجامعية والأكاديمية. عدد كبير جدا من أعضاء اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني اتعلموا في جامعات الغرب وأخذوا شهادات عليا في الاقتصاد وفي التكنولوجي وفي السياسة وفي الصناعة في كل الأمور. إذن أنا عندي الأول مرة طبقة تكنوقراط عالية جدا اتعلمت في الغرب، خدت كل المميزات من الغرب، خدت التفكير من الغرب، وقررت أنها تخلق نظاما مزدوجا، نظام اقتصادي ينبني على اقتصاد السوق، ثم نظام رأس شيوعي أو مركزي يتم من خلال السياسة، اجتماعي إلى كده. وهنا بدأت فكرة المعجزة الصينية في الحياة تتحقق بشكل أو بآخر. يعني طيب أستاذ عادل، من الحاجات اللطيفة. طب اتفضل. طيب كنت أسأل حضرتك، هل كان في ما يشبه من الحاجات اللطيفة الديل ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين في بداية السبعينات؟ وده طبعا الزيارات السرية زي ما حضرتك قلت للمسؤولين الأمريكيين زي هنري كيسنجر وغيرهم، يعني هل كان في
أشبه بالصفقة السياسية اللي بالتالي نقدر نقول إن الولايات المتحدة الأمريكية فتحت الباب بهذا الشكل وأدى في النهاية إلى عودة الصين لمجلس الأمن الدولي؟ لا، هو التفكير جاء الحقيقة زوجة ماو تسي تونغ بعد ما توفى، وبعد ما توفى شخصية مهمة جدا زي شوي لاي اللي كان رئيس وزراء. الحقيقة أنه فكرة الإطاحة بالمثقفين، الإطاحة بالكوادر الفنية، مطاردة أصحاب الأفكار، أصحاب العقول، دون عمل انتكاسة حقيقية للصين. فبعد أي انتكاسة بيبقى رد الفعل عكسي تماما، فإلى أن جرى القضاء على هذه العصابة حتى انفتحت الصين، وتوافق في نفس الوقت أنه الحرب الباردة بدأت تتراجع، ثم أيضا فكرة أنه احنا عندنا مشاكل كثيره جدا، وزي ما قلت لحضرتك نظريه كان من الممكن ان السوق ليس حكرا على النظام الرأسمالي، انما هو نظام اقتصادي لا علاقه له بالسياسه بشكل او باخر. وهنا حصل الانقلاب او المعجزه الصينيه بشكل واضح جدا. يعني الارقام الحقيقه هذه التجربه تستحق ان تدرس دراسه كامله. انت تتكلم عن 1.3 مليار، وبتتكلم على تجربة تتراوح بين 50 و60 سنة، بتتكلم عن دخل فرد كان 119 يوان، وقسم على 6 عشان تعرفه بالدولار، إلى 4020 يوان، بتتكلم دلوقتي على 9 تريليون حجم الناتج القومي، 3.8 اللي هو الاحتياط النقدي. بتتكلم على حاجة مهمة جدا، على أنه الصين أكبر دولة تصدر عدد من المنتجات، بمعنى أنه ألمانيا بتصدر 702 منتج، أمريكا بتصدر 614، الصين بتصدر 1482 منتج، والأهم أنه أصبحت الأولى في الصناعات الإنتاجية، وأصبحت الأولى في تصدير الصناعات فائقة التكنولوجيا زي الأقمار الصناعية وزي الحاجات المتطورة جدا. يعني هنا تستطيع وتقول أنه في عامل أمريكاني مهم في الموضوع، ولكن ليس بصفة المؤامرة ولكن بصفة الاستفادة. عادة عندما يأتي رئيس جمهوري بنجد فيه تخفيض هائل في الضرائب، فلما جه رونالد ريغان خفض الضرائب على الرأسمالية الأمريكية بنسبة 30%. في ذلك الوقت أيضا كان هناك توافق سياسي، ما فيش عداء واضح أو في انفتاح إلى حد ما بين الغرب والشرق. فإذا بالرأس المال الأمريكي الفائض عن حاجة الاستثمار في أمريكا يذهب إلى الصين بعد ما استنفذ كل فرصه في جنوب شرق آسيا، فيتنام وكوريا واليابان إلى آخره. طب ده يعتبر اختراق أمريكي ليبرالي للمعسكر الشيوعي وتحديدا للصين، ده يعتبر اختراق وقتها بشكل كبير ومكسب في أساس الخارجية الأمريكية. كان ليه مردود اقتصادي ثم سياسي كبير للصين، ولكن ده يحسب الحقيقة وقتها للولايات المتحدة كمكسب. هو بالقطع على مستوى الاستثمار مكسب، لكن على المستوى السياسي احنا وصلنا الان الى حاله من حالات الحرب البارده بين الولايات المتحده الامريكيه وبين الصين، وربما تايوان بالذات قد تكون منطقه السبب او يعني مبرر الصراع. الصين تطالب بضمها بالقوه، والولايات المتحده الامريكيه تهدد اذا اي شخص ممكن يقترب منها. على كل حال الاستثمارات بالقطع افادت الولايات المتحده الامريكيه زي ما افادت الصين، لأنه كانت العمالة الصينية رخيصة جدا، ومن ثم المنتجات الصينية تعتبر رخيصة بشكل واضح جدا، إلى حد أن عبارة صنع في الصين عادة، يعني في جملة كان دايما بيقولها الفرنسيون، كانوا دايما بيقولوا أنه ما اجتمع رجل وامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما. دلوقتي تقدر تقول ما اجتمع رجل وامرأة إلا وكانت الصين ثالثهما، لأنه في كل مفردات الحياة بنجد الصين، العربية الصيني، الكمبيوتر صيني، التليفون صيني، حتى الماركات العالمية هي أيضا طبعا إنتاج صيني. في سيدة قررت أنها تعمل كتاب عن أنها قررت مقاطعة البضائع الصينية لمدة سنة،
فإذا بها بترجع بتقول أنه تكلفة المعيشة اللي أنا عملتها على السلع البديلة للسلع الصينية كانت حوالي 80% زيادة في التكلفة. ويمكن وول مارت قال هو ده أكبر المتجر الأمريكي الأشهر يعني طبعا للمجمعات الاستهلاكية بالظبط كده. قال أنه لو أنت استوردنا نفس البضائع اللي بنستوردها من الصين استوردناها من مصادر أخرى بنفس الكفاءة ونفس الكواليتي وبنفس الأهمية هنجد أن في فرق عندنا بيوصل لـ 80 مليار جنيه في السنة، مليار دولار في السنة. هنا الصين بتصبح دولة مهمة جدا فيما فعلت يعني. طب أستاذ عادل، ده إذا كان في خلال الخمسين سنة اللي فاتت إزاي تتحول الصين من العزلة إلى الاكتساح اقتصاديا وسياسيا وفي أمور كتير الحقيقة يعني، وماليا في أمور كتير ومساعدات في أماكن متفرقة في العالم. سؤال لحضرتك، بعد النجاح في الخمسين سنة اللي فاتت ده بشكل مقاطع النظير، الصين إلى أين تنظر في الخمسين سنة القادمة؟ عينيها على فين؟ طبعا هقول لك، لا تزال الصين حذرة جدا في استعمال تعبير القوى العظمى، ولا تزال تقول أنني دولة صاعدة النمو، يعني حتى ما بتقولش أنا دولة كبرى. الفرق بين الدولة العظمى والدولة الكبرى أن الدولة العظمى بتكون لها مسؤوليات في العالم تتحمل تكلفتها، بمعنى تجد مثلا أمريكا عندها أسطول في المتوسط، أسطول في الكاريبي، عندها حاملات طرائد في كل مكان، عندها قوات في أماكن مختلفة، عندها قواعد، عندها إلى آخره. دي تكلف الولايات المتحدة الأمريكية الكثير، وكون أن الولايات المتحدة الأمريكية تسحب قواتها مثلا من الشرق الأوسط أو تخفف أو من أفغانستان أو من العراق أو من أماكن كثيرة جدا، فهذا بيقلص حجم نسبتها من نسبة الدولة العظمى إلى ويزود نسبتها من نسبة الدولة الكبرى. الصين لا تزال بتقول أنا دولة صاعدة النمو، لأنه لا يزال عندي حوالي 300 مليون بني آدم في شرق الصين لا يزالوا إلى حد كبير يعانون من الفقر، في نسبة أمية حوالي 4%، في نسبة بطالة لا تزال 4% أو 3%، لا يزال في فكرة الفقر بيوصل لحوالي 6 أو 7%، عندها مشكلة الأوبئة بشكل واضح جدا، رغم أنه متوسط عمر البني آدم في الصين ارتفع من 43 سنة إلى 73 سنة، وهذه معجزة كبيرة جدا يعني، لأنه الرعاية الصحية طبعاً. أيضا الصين هنا كمان بتقول لك إيه، أنا بمشي طبعا، خلي بالك أن في حاجة اسمها الثقافة الصينية، والثقافة الصينية هي ثقافة لا تستطيع تقريبا أن تعرف أغوار أصحابها. لما تتكلم معهم زي أي حد، اليابان أو الصين أو كوريا، يهزلك دماغه ويقول لك جملة زي ها هاي 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 مثلا يعني، أو جملة مشابهة. هذه الجملة ما تعرفش معناها إيه، هل هو موافق، هل هو معترض، هل هو يعني شايف أن في موقف آخر، ما تقدرش تعرف. في جزء دايما من في جوانية داخل الشخصية الصينية بشكل أو بآخر، وبتغطى بأدب واضح جدا وأدب جم في انحناء وفي تقدير للناس طبعا. وفي طيب أستاذ عادل، على ذكر ده التقرب للشعوب، أنا آسف جدا للمقاطعة، بس حابب أستغل يعني ذكر حضرتك فكرة التقارب الصيني ويعني تقريب العالم للثقافة الصينية ربما اللي هي مبهمة بشكل كبير بالنسبة لحضارات وشعوب أخرى. فكرة قرار الصين في جائحة كورونا، يعني تقريبا من سنة ونص لما قرر الرئيس الصيني التكفل الصين بتوفير عدد من اللقاحات في شعوب كتير في العالم، ربما حتى رغم عدم اكتفاء الشركات المصنعة للقاح داخل الصين اللي هي شركات شهيرة بتغطية كل الصين، فحتى اضطر ان هو يجيب لقاح فايزر، يستورد لقاح فايزر من امريكا ويتكفل حتى بده عشان يطعم مواطنيه. هل هذه الخطوة تجاه شعوب العالم في وقت الجائحة ارادت الصين من هنا انها تقول انا اخطو تجاه الدولة الكبرى ثم العظمى؟ لا، هي في باستمرار محاولة للإبعاد فكرة أنها السبب في الموضوع،
وفي نفس الوقت بنجد أن الصين في كثير من الأمور قد ممكن تقول لتعبير أنها بإخفاء أو بتسلل قدرت توصل إلى مناطق بعيدة جدا ما كانش حد وصل لها. يعني الصراع في شرق أفريقيا دلوقتي هو صراع صيني أمريكي، وصراع يعني ما تروح أثيوبيا تلاقي أن الكباري اللي هناك الصين موجودة هناك، والطرق من قبل 20 سنة هتجد أن الصين من زمان خالص بنت قاعة الصداقة، مثلا من أكتر من 30-40 سنة بنت قاعة الصداقة في الخرطوم مثلا. هتجد أنه باستمرار الصين حبت أنها تخلق تعمل نصيب من أرباحها في العلاقات التجارية يعود على الدولة اللي هي كسبت منها في بعض الإنجازات وبعض لو أنا ما كنتش مخطئ، يعني قاعة ومبنى مجلس الاتحاد الأفريقي أو مبنى مقر الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا اللي أنشأته الصين، لو أنا ما كنتش مخطئ، وأنا أعتقد أنه هو كده فعلا، يعني لو ذاكرة ما خانتنيش يعني. ده رمز رمز لأفريقيا. هي زي ما أنا بقول لحضرتك هي حتى بقول لك في السودان، يعني أنا أتذكر أيام نومير، رئيس نوميري ده من يشوف من كام سنة مش حاجة و80 يعني. كانت المبنى المهم جدا على الطريق الرئيسي في السودان هو مبنى الصداقة، اسمها الصداقة حتى يعني. مظبوط. وهنا الحقيقة بقول لك أنه الصين بتحاول تقرب من العالم بنسبة معينة بتتزايد يوم عن يوم. الحاجة الأهم أن أنت تجد لما تقعد مثلا الحقيقة مثلا تجد في كتب كثيرة جدا، مرة كتاب عن المعجزة الصينية، مرة كتاب هل الصين قوة عظمى، مرة كتاب حتى عن الديانات في الصين. الحقيقة ثقافة مهمة جدا لابد من أن يأتي جيل جديد يتابع هذه الثقافة، لأنه المستقبل مهم جدا مع الصين بشكل أو بآخر. هنا بتجد أن جزء من الثقافة هم مثلا في أحد الكتب بيقول لك أن نابليون قال على لسان الصينيين، أن نابليون قال أنه الأسد الصيني نائم في ثبات عميق، فاحذروا أن يستيقظ لأن العالم سيرتجف. هم بيقول لك ايه بقى؟ لا، الاسد الصيني استيقظ بالفعل ولكنه سيكون ودودا جدا. شفت بقى؟ يا سلام، في اسد ودود؟ يا سلام. الله اعلم. يا سلام يا سلام، ذكاء يعني زكاء. وفي نفس يدي انطباع نفس القوه، ولكن القوه الوديعه المسالمه المنضبطه يعني. هل بقى في اسد ودود؟ يمكن. طيب. الحاجة الثانية بيرجع تاني لأحد الحكماء اليونانيين اللي بيقول أن باستمرار أن القوة في سبارتا زادت عن الحد فأدت إلى القتال مع أثينا. قال أنه يجب أن تكون هناك توازنات في القوة القوة العسكرية، لأن هذه التوازنات أو يسمى الردع هي اللي هتمنع الحروب. طبعا. بشكل أو بآخر. طيب أستاذ عادل، أستاذنك نخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل عندنا موضوع تاني مهم محتاجين نناقشه مع حضرتك، أرجوكم خليكم معنا. النهارده الحقيقه كان في حدث مهم جدا محتاجين برضو ان احنا نناقشه مع الاستاذ عادل حموده بعد ما ناقشناه في مستهل وبدايه الحلقه، وهو القرار التاريخي من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالغاء مد حاله الطوارئ، حاله الطوارئ اللي كانت القانون يعني صدر سنه 56 وثم جت 67 ثم 81 في اغتيال الرئيس السادات، ثم في فتره حكم الرئيس الراحل حسني مبارك، وكان بيمد بشكل تلقائي نظرا للظروف اللي كانت بتمر بيها البلاد لحد ما جه 25 اكتوبر برضو، وكان منعطف تاريخي في تاريخ هذا القانون المتعلق به او الامر المتعلق به مد حاله الطوارئ. ناخد من استاذ عادل رايه. يا استاذ عادل بعد التحيه، طبعا شايف ازاي الخطوه دي وتاثير هذه الخطوه اليوم والقرار اللي اتخذه الرئيس السيسي بوقف مد حاله الطوارئ؟ يعني هذا القرار بالقطع يعني هناك إجماع على وصفه بأنه قرار تاريخي، أن يحدث ذلك من رئيس الدولة
دون أن يكون هناك ضغوط أو أمور تستدعي هذا القرار. يعني هذا القرار بيثبت بشكل أو بآخر أن رئيس الدولة مطمئن تماما على أن أركان الدولة قوية مستقرة، ممكن أن تواجه كافة الأعاطير والمتاعب، ممكن أن تواجه أي شيء إذا عدت مرحلة القلق على استقرار الدولة وعلى قوتها. النهاردة في الحقيقة أنت لا تتخيل أنه رد الفعل العالمي على هذا القرار طبعا بيصب باستمرار فيما يمكن أن يوصف بأنه يعني أعلى ما قيمة فيما يوصف بمجموعة حقوق الإنسان، وهو أن يكون هناك قانون طبيعي وليس هناك ظرف استثنائي في التعامل مع الإنسان. طيب أستاذ عادل، بعد إذن حضرتك، يعني برضو عايزين برضو الجزئية، برضو فكرة التفريق ما بين قانون الطوارئ، وقانون الطوارئ ده أمر موجود في دول كتير جدا زي الباتريوتزم مثلا الموجود في الولايات المتحدة بعد 2011 واعتداءات سبتمبر. فقانون الباتريوت يعني الخاص بالمواطن، يعني الجريء الشجاع اللي بيدافع عن بلده، سنوا هذا القانون. فكرة وقف بقى مد حالة الطوارئ، كل الدول عندها قانون للطوارئ في وقت الأزمات، ولكن وقف مد حالة الطوارئ، وهنا حابين نوضح للسادة المشاهدين الفارق. يعني لا، هو في عادة في مادة في القانون تبيح لرئيس الدولة تمام أو من ينوب عنه، سواء كان أن يعلن إجراءات استثنائية صحيح في ظروف زي ظروف الكوارث والحروب والمواقف الإرهابية صحيح، وأيضا مثلا الحوادث الضخمة الكبيرة جدا أكيد. يعني إلى أن تعود الأمور إلى طبيعتها. إذن قانون الطوارئ هو قانون عبارة عن إجراءات استثنائية يدي صلاحيات أكثر للسلطة التنفيذية في أنها تتخذها أو تدابير تخلي من شأنها أن يكون هناك اطمئنان واستقرار ومواجهة للظرف الاستثنائي الحاد اللي موجود. سواء هذا الظرف الاستثنائي ممكن أن يكون فيضان، ممكن صحيح. أن يكون سيول، زلزال، إذن حينتهي حدث إرهابي ضخم يعني براكين، وينتهي بانتهاء الفيضان بالزبط. زلزال صح. مثلا لكن هو استمر في مصر الأسباب ارتبطت بتوالد الجماعات الإرهابية وتوالد أجيال من العنف تواصلت متصلة بعضها البعض. من يعني ما أن قام السادات وألغى قانون الطوارئ حتى حصل بعد شهور قليلة وجدنا حادث اغتيال الرئيس السادات، امتد حالة الطوارئ لأنه الإرهاب استمر. وفي وقت الرئيس مبارك وصل الأمر إلى حد أن هناك جماعات كثيرة قد أدركت أن الحكم أصبح للإرهاب، وأن دول كثيرة بدأت تستقبل زعماء الإرهاب سواء كانت في سفاراتها أو في حفلات خاصة أو في أماكن خاصة مزبوط. وهذا حدث بالفعل في منتصف التسعينات إلى أن تجاوزت مصر الأزمة. بعد 2013 شفنا قبل 2013 شفنا أنه أمور كثيرة جدا غير مستقرة في البلاد، تظاهرات، عنف شديد جدا. قل لي حجم السلاح اللي خرج في مصر في ذلك الوقت كان قد إيه؟ حجم هذا السلاح لا يقل عن 60,000 قطعة سلاح خرجت من منين ما تعرفش، جاءت من الخارج ومن الداخل، دخلت من الغرب ومن الجنوب وأيضا كانت هناك صناعات محلية وكانت هناك صناعات محلية في الخرطوش إلى آخره. ولقينا يعني عصابات السلاح بتخرج لتتكلم للصحف وبتعبر عن نفسها بشكل غريب جدا. يعني كان من الطبيعي جدا أن تحدث يعني مع اللي حصل في اقتحام السجون، مع اللي حصل في اقتحام أقسام الشرطة، مع اللي حصل في تدمير مديريات الأمن، كل دون كان من الطبيعي جدا أن تفرض حالة الطوارئ بشكل مستمر. كون الآن أن هذا الأمر قد أو تمد أو يجري تمديدها، كون الآن أنه قد أوقف تمديدها، فهذا معناه حالة اطمئنان حقيقية من الدولة في مصر أنها قادرة على أنه تسيطر على الأمور مهما حصل.
ممكن أن يكون الإرهاب لا يزال ولو خفيف أو ضعيف يعني، ولكن معناه هنا أن الدولة في مصر والحكومة والسلطة التنفيذية معناه أنها لا تخشى من أي شيء، وأنها ستعيد للقانون الطبيعي اعتباره وتقديره. ودو اللي كان ملفت من الظهر وإحنا بنتابع مع العالم كله، بنتابع فكرة أنه هذا مؤشر مهم جداً على حماية مصر لحقوق الإنسان، وعلى أن مصر مستعدية أن تدافع عن حقوق المواطن المصري. أستاذ عادل، هذا القرار المتعلق بوقف مد حالة الطوارئ مش بس ليه آثار إيجابية على الداخل، ولكن بكل تأكيد له مردود أيضا على الخارج، بمعنى الاستثمارات الأجنبية المباشرة، لأن أن يأتي مستثمر ويضخ أموال في دولة بيمد فيها قانون الطوارئ، بيمد من سنة 81 بشكل متصل، يعني من 40 سنة متصلة، فأعتقد أي مستثمر أكيد ده كان بيفكر مرة واثنين وثلاثة، وكانت عائق أمام الانفتاح أمام الاستثمارات الأجنبية. دلوقتي بعد وقف مد حالة الطوارئ، مردود ده على الخارج بقى من ناحية الاستثمارات الأجنبية وقوة جذب الاقتصاد المصري للاستثمارات الأجنبية، حضرتك شايفها هتكون ازاي ان شاء الله؟ يعني هو طبعا يجب ان نلاحظ انه حصل توافق بين هذا القرار وبين طرح عدد من الشركات العامة في البورصة. هتجد انه هذا القرار سيؤثر إيجابا بشكل صاعد جدا وواضح جدا على القرار الخاص بطرح أسهم بعض الشركات. هتجد هنا المستثمر الرئيسي بدل ما يقول لك أنا هاخد مثلا 40%، هقول لك أنا هاخد 80%، ممكن يقول لك هاخد 90% وتطرح كمية أقل. ده معناه أن هذا القرار لابد أن يكون له مردود اقتصادي ومادي، ومن ثم يؤثر على مستوى المعيشة. وأنا بعتقد أنه فعلا المردود الاقتصادي هيبقى باين بشكل واضح جدا، لأنه أعتقد أنه هيزود الاستثمارات. وخلي بالك أيضا أن عندنا علاقات في الإقليم، وعندنا علاقات في المحيط، وعندنا علاقات في ما تسمى بالميديتريني أو البحر المتوسط. كل هذه العلاقات باتفاقيات خاصة بالربط الكهربائي، الاتفاقيات الخاصة بالغاز، الاتفاقيات الخاصة بالاتصال بأوروبا، كل هذه الاتفاقيات كمان هتساعد في مزيد من التنمية. يعني بالقطع عندنا أكتر من مشروع، عندنا مشروع ربط كهربائي بين مصر واليونان وقبرص، ستدخل دول أخرى بالقطع، وعندنا مشروع مشابه مع السعودية. مظبوط. ومن السودان نفس الشيء بالنسبة للغاز. صحيح. الغاز الطبيعي هيصل إلى أوروبا بشكل أو بآخر. كل هذه الأمور هتؤدي إلى مزيد من الاستفادة الاقتصادية أضعافا مضاعفا، لأنه هيكون هناك تقدير سياسي للدولة المصرية أيضا، تقدير مضاعف في نفس الوقت. طيب أستاذ عادل، يعني الجمهورية الجديدة، وده شعار مصر بترفعه من فترة ليست بعيدة وبنشوفه على شاشاتنا، والحقيقة كل يوم بيتضح هذا المفهوم أكتر وأكتر في نواحي إنشائية، في عاصمة إدارية، في تطوير أماكن عشوائية، في الارتقاء بمنظومة صحية وتعليم وما إلى ذلك في نواحي كتير. ولكن الحقيقة، هل حضرتك شايف إن إحنا بالفعل الجمهورية الجديدة بتتشكل في جمهورية حريات تعدد ليس فيها حالة طوارئ تمد؟ والحقيقة أنا عايز تعليق حضرتك على ما ذكره الرئيس في تدوينته، يعني آخر سطر تقريبا، وهو بيقول: ومعاً نمضي بثبات نحو بناء الجمهورية الجديدة مستعينين بعون الله ودعمه. يعني هذا يبدو أن دي واحدة من ركائز الجمهورية الجديدة. تعليق حضرتك. هو الأهم أن هذه الجمهورية تنبني على جملة واحدة، وهي أو كلمة واحدة، وهي التحديث. هناك تحديث في الاقتصاد، وهناك تحديث في المدن وفي الشبكات وفي القرى وفي مشروعات الصحة، وهناك أيضا تحديث في البني آدم وفي الإنسان. إذن الكلمة الصحيحة اللي بتلخص الفلسفة الجديدة الآن هي كلمة التحديث. والتحديث ممكن زي ما قلنا، التحديث ممكن يكون في الاقتصاد، ممكن يكون تحديث في المدن،
تحديث في الإنسان نفسه طبعا. تحديث الإنسان بينبني عليه مشروع الصحة، مشروع التحية مصر، مشروع التغيير السكني، مشروع المواجهة العشوائيات، مشروع التأمين الصحي، كلها مشروع أيضا القرار الأخير الخاص بعدم مد حالة الطوارئ، كل دواء يدخل في بند تحديث يصب في كيان الإنسان المصري. في نفس الوقت على التوازي بنجد تحديث في الحياة الملموسة، سواء كان في المدن أو في الطرق أو في المدن أو إلى آخره، أو في الاقتصاد بشكل أو بآخر. إذن الكلمة في رأينا أن يمكن تلخيص ما يجري في مصر الآن في كلمة واحدة، هي كلمة التحديث. نعم، أنا الحقيقة شاكر جدا لوجود حضرتك معانا كاتبنا الصحفي الأستاذ عادل حمودة. قد إيه يعني استفدت أنا كمان بشكل شخصي وأكيد المشاهدين الكرام من آراء حضرتك ومن هذا التدفق الفكري يعني، فبشكر حضرتك شكرا جزيلا، والشكر موصول لحضراتكم مشاهدينا الكرام، وتصبحوا على خير. إلى اللقاء.